السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الرابع العلمي. وصلنا الجذور والعمليات عليها صفحة 51. حنشرح هذا المثال السابع. هنا عندنا الجذور، يقول لك المثال السابع رتب الجذور الآتية تصاعديا. عندي جذر السادس 147 وجذر الخامس جذر خمسة تربيعي، هنا إذا ماكو عدد تربيعي، وجذر تكعيبي 12. أريد نرتبها تصاعديا. يلا يا ماما، شلون ايش راح أسوي؟ راح أقول أول مرة نرتبها تصاعديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. فنروح نشوف الجذور هذه متشابهة لو ما متشابهة. لازم تكون الجذور متشابهة، يعني هذا جذر السادس وهذا جذر تربيع وهذا جذر التكعيبي. ايش راح اسوي؟ راح نوحد الجذور. يعني نقول LCM هي عدي 6 و2، بعدي 6 و2 و3. اذا يا هي الاكبر المضاعف المشترك الستة، هاخذ ال LCM الستة، يعني الجذر نوحد الجذور اللي هي الستة. حناخذ أول واحد، عدي جذر ال 12 التكعيب مالتها، شي يساوي لنا؟ لازم احنا شو نسوي؟ لازم نوحدها. نقول جذر ال 12 نكتب هنا ستة، وهذه ال 12 أنزلها، يعني فراح نقسم ستة تقسيم ثلاثة. يعني شو نقول؟ نقسم الجديد الجذر الجديد على القديم، 6 تقسيم 3 2. اذا ايش راح يصير؟ 12 اس 2، 12 اس 2. منين جت هذه الاثنين؟ لان قسمت 6 تقسيم 3، يعني الجذر القديم على اليمين على الجذر الجديد، ف6 تقسيم 3 2 ويساوي لنا جذر 6 هذا ينزل ما بيشي، 12 تربيع يعني مرتين 12 144. هذا هو، خلصت الجذر الاول. ناخذ هاي، خلي خط، ناخذ الجذر الخمسة، هذا يعني باعتبار تربيعي، نقول هنا تربيعي، جذر الخمسة تربيعي، شي يساوي لنا؟ أقول جذر الستة، هايني وحدت المقام يا مقامات وحدت الجذور، فنقول خمسة نقسم أيضا ستة تقسيم اثنين ثلاثة. شلون هسه من قسمنا اثنين ستة تقسيم ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة اثنين 12 اس 2، هسه 6 تقسيم 2 3، 6 تقسيم 2 3 يساوي لنا جذر هذا ال 6 ينزل 3 مرات 5، 5 في 5 25، في 5 125. هنا يا ماما قسمت الجديد على القديم، يعني قسمت 6 تقسيم 2 3 وطلع لنا 3 مرات 5 125. حناخذ هذا، خلصنا جذر يا هو ال 147، 147 هو أصله 6، جذر 6، فيعني نقول نقسم هذه 6 147، نقول 6 تقسيم 6 1، يا تردون تكتبونه أو ما تكتبونه عادي، يبقى جذر 6 147، هذه كتبتها للتوضيح. زين، هو يريد رتبها تصاعديا، يعني تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، يا عدد. هسه احنا خلينا بغير لون حتى أوضحها لكم. شوفوا ماماتي، هذا جذر المية وخمسة وعشرين، وهذا المية وسبعة واربعين، وهذا عدي 144. إذا يا هي الجذور، شوفوا يا هي الأصغر عدد اللي شوفوا احنا، شوفوا شلون مسوين، قايل رتب الجذور تصاعديا، هعيني، فيا هي الأصغر عدد اللي هو الجذر خمسة الزغير، وراها الاثناعش، وراها 147. اذا اقول الترتيب حيكون، شوفوا هسه هذا الجذر ال 12 144، والجذر 5 125، والجذر 147 147. اذا يا هو الاصغر، المو 125 اصغر من 144 واصغر من 147. اذا اقول الجذر ترتيب التصاعدي، اكتب هنا الترتيب التصاعدي، تصاعدي يا ماما من الصغير من الأصغر إلى الأكبر، فيا هو جذر خمسة، نقول جذر خمسة، يعني ما نقول إحنا جذر 125 و144، لا نتبع على الجذور، فهذا جذر خمسة، وراها يا هو جذر خمسة 125، وراها جذر ال 12 تكعيب اللي هو طلع لنا 144، والوراها جذر
الستة المية وسبعة وأربعين. هذا الترتيب الصحيح. نفس شوفون كتاب همات 147 و 12 وجذر 5. هاي يا ماما حل مثال السابع.